صباح الخير يا اخويا، صباح الخير يا اختي، السلام لله با، صباح الخير. تفضل يا بي، تفضل يا استاذ، معايا حاجات والله حتنفعك. تفضل تفضل، اهلا وسهلا. اقول لك بقى معايا ايه النهارده، والله لا تتبسط احسن البساط. معايا حاجات كلها مبسوطة ومسروقة وتخليك أحسن حاجة. ده تمثال سرقاه من المتحف البريطاني، ودي يا بيه تعلقها إن شاء الله يصير حظك زي ما هو من الصبح. يعني ودي بقى برضو، انت شوف انت عايز ايه يا بيه، في جلابيات برضو واشتري. والله والنبي يعني انا مش بس عايزه ابيعك، انا عايزه افيدك. يعني اصل حياتي متدمره ولسه هاربه من البيت، جوزي ضاربني. يا بيه يا بيه انا هعطيك كل حاجه، كل حاجه في 1000 جنيه. ودي انا اضمن لك مستقبلك هيتحسن بيها يا بيه، مستقبلك كله هيتحسن بالبتاعه دي. دي كل احلامك هتتحقق بيها. خلاص خلاص بلاش 1000 جنيه، بلاش 1000 جنيه، ماشي 200 جنيه وخلاص، توكل على الله. شكرا يا بيه شكرا. اتفضل يا اللي بعده. اتفضل يا بيه، يا استاذه يا استاذه اتفضلي. خلاص توكل على الله، الحمد لله.